يلا بينا نتكلم عن فوائد المشي على السير. وجدنا اتكلمت كتير عن فوائد المشي، فوائد المشي على السير اللي في الجيم او خارج الجيم، مفيد جدا لحرق الدهون، مفيد جدا لصحتك النفسيه، وطرد جميع الامراض اللي عندهم ضغط سكر قلب، اللي عندهم خشونه ركبه. عجبني اتكلمت كتير عن رياضه المشي، يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا سير، لان الكلام ده مهم جدا جدا تعلموا نتائج. كابتن عزيز منجي المحفز رياضي، المشي مفيد جدا اللي عندهم امراض الدنيا ضغوطات حياه، مفيد جدا للسيدات اللي عندهم دهون عنيده، منطقه الخواصر المؤخره اللي جسمه مليان دهون. المشي كل يوم لمده شهر هيساعد كتير على نزول الوزن، مع طبعا رجيم الاكل والدايت. لا تنسوا الاشتراك والتفعيل الجرس ومشاركه القناه.